تجربة سبيسيال مع أخونا شهاب اللي هو مدون دوز. بشحكينا شركة كيفاش عمل الحكاية دي وشنو هو سبيسيال رابين ولا شخصية شهاب نصر من دوز أفرحوا بيها عادة. تبوش برشا تفصيل دو جامي فيو حبس تسليم. اولا نحيي اهل سياده ولمتا وجميع الحاضرين في الندوه هذه. اول من نحيي صديقنا والناشط في المجتمع المدني يامن بوشريح يعطيه الصحه. نحيي جميع الحضور اللي نعرفهم ولا ما نعرفهمش كيما كريم كيما فاطمه كيما كما السويلي كما جول النار. مرحبا بكم في الناس الكل. نحكي معكم نقدم نفسي شهاب بن نصر ناشط الاعمال الحره نعمل كوميرس. تقول شنو علاقه الكوميرس بالبلوجينغ؟ نحب المطالعه نحب الكبير نحب الثقافه. حبيت نستفيد من لحظه فتره من الفترات كان بالضبط كان بديت في 2006 كان الانترنت بدات تدخل في تونس يعني تقريبا اكثر حمله عملها المخلوع والنظام تاعها رغم الهوله الرقميه حاب يدخلون الانترنت. وعلى فكره الانترنت باقي غاليه ياسر في تونس التكلفه نتاعها من اغلى معناها التكلفات في العالم. ان شاء الله مع الوقت ومع الايامات الجايه راح تكون نتاعها وتكون في متناول الناس الكل. حبيت ندخل التجربه هذه وشفت بعض التجارب يعني في سواء في التلفزه ولا الانترنت. التدوين ماهوش حاجه صعيبه تنجم باي فكره اذا كان عندك يعني تحب تكتبها تحب تعمل فيديو تحب تعمل تصويرات تحب تعمل كاريكاتير يعني تدوين تدخل الانترنت تحط صفحه خاصه بي تحط باج خاصه بي كانك ترسم في كراسه ولا تكتب في المذكرات نتاعك والا عندك فكرة في مخك تحب تسجلها تنشرها للناس الآخرين. الأدرس بتاع المدونة تاعي عندي المدونة القديمة شهاب مكتوب بلوغ مكتوب بلوغ بوان كوم ديما نكتب العادي التجارب المكتوبة خاطر وقت في متناول معناها دخلتها الأول شهاب شهاب دوز بوان مكتوب بلوغ بوان كوم هذه واحد 2 12 كتبت 12 خاطر انا سي دوز وفي نقرا بالفرنسي نقراها دوز. جديدة بون جديدة هي قديمة عملت في بلوك سبوت فترة راقدة فترة معينة كما قالت فاطمة التجأت لها بعد تالي وقت اللي سكروا لي المدونة نتاعي. جيتي سون سيري معناها في هذيك الحملة نتاع عمار 404 عالم التدوين قلت لكم انا عملت نص وعملت كتب معناها نصوص نشرت بعض الاشعار انا ما كتبتش شعراء نتاع شعراء وكذا في الوطن العربي او في البلاد نتاعنا هبطت النصوص نتاعي كانت نتاع في مناسبات معينه هبطت الصور عملت بفضل التدوين هذا من 2006 تو علاقات كانت في الاول افتراضيه لكن ولت علاقات انسانيه واخويه وصداقه مع برشا ناس نعزهم ونقدرهم معناها فعلا تعرفت عليهم هذا عبر العالم افتراضي من بعد ولت جونا برشا اولاد معناها حتى في فترات من فاتوا سنوات الجامعه جونا قعدنا جميع وحكينا جميع وعملنا برشا مشاريع وبرشا احلام وكذا. شاركت زاد في الحمله اللي عملناها المدونين في 2010 في تونس على عمار معناها وقتها احتجينا على السنسرة كل مره يسنسروا لنا مدونه في الاخر تقريبا فوق ال 100 مدونه سكروا لنا حز بنفسنا برشا مدونات على فكره حتى اللي مع نظام الحاكم وقتها بالحاج حميد هذاك سكروا لنا بوسيبل هاي حسيت حسيت
ضمننا مع الأخت فاطمة ربك على خاطر فترة من فترات نظام الحكم احتجزها وحب يضغط عليها ويضغط على المدونين اللي تخوفوا الفترة هذيك أن يصير حملة في تونس ويلموا اللي يعبر على الفكرة ويعبر على رأيه. إيش نحكوا؟ إحنا ما سبينا حد وما معتدين على حد. نعبروا على رأينا في المجتمع، رأينا في الشارع، الواقع المعاش. يصير هناك يعني كي نمشي في الشارع ماذا بيه نلقى شارع جديد، كي نمشي للمدرسة بتاعي ماذا بيه تكون من أحسن المدارس، نلقى فيها سور، نلقى فيها ألعاب، نلقى فيها إنترنت، رجال التعليم حاضرين ولا الطلبة حاضرين ولا مش عارف شكون، ماذا بيه نشوف بلاد أحسن بلاد، هذا اللي كتبناه احنا وهذا اللي صورناه، لكن ما عجبهمش فترة معينة، قال كيفاش هذا قلقهم، لأن في الصحافة التقليدية كي تأخرها جريدة الصباح ولا شروق نعتذر اني سميت اسماء تلقاش يمسك معنا تولي تتجي فترات انك تكتب بيدك او تاخذ لقطه معبره معنا تصويره او فيديو تغنيك عن كل تعليم بعد تجربه الغلقه والحجم اللي تعرضنا لها برشا مدونين عدد مهول من المدونات قمنا بالحمله هذيك نتاع لونتي سونسير كنا حتي في شوكي معناها حتى اللي فوس انت هنا هربنا عليهم وكذا بعد حسينا بحاجة جديدة ونمط جديد وكذا حبينا بلادنا فرحانين بها فرحانين بالاكسيون اللي صارت وكانت مثال معناها في العالم الكل أن قدموا مشروع جديد شنو مشروع جديد؟ النجمة في القاب جبريل هذه القاب جبريل ساهمت فترة من فترات أنا حابب القمع والتسلط وكيفاش كل اشكال يعني كيفاش فكره معينه نجم من انت من صياد من هنا يقرا صديقك في مصر يقرا صديقك في لبنان يقرا لك في ايطاليا فرنسا في امريكا ما عندك حتى مشكل سمعت ضغطه زر شيء ما عندك حتى في تكوين معناها افرادك وتكوين علمي في لا ما عندي حتى شيء في بلانس ديال الانفورماتيك شو بديت بدون المدن بتاعتك هكاك وانا خمس من عارف لوحدك بديت ولا على فكره هي التدوير بديت لوحدي بديت نكتشف نحس بحق انا في دوج تعرف فاطمه اللي هي قلعه من قلاع التدوير عندنا برشا ولاد ناشطين في التدوير عندنا دي زانفورماتيسيان عندنا ساد عندنا كذا اكتشفتهم بعد ذلك دخلت التدوير كيف ناس تكتب معناها في التدوير في دوج وبعدها كنا اتفقنا على حسين بن عامر هو مجمع المدونات التونسيه اكتشفت هذا وقالوني عليه اصدقائي قلت نجم تدخل للموقع هذا وتلم في تنضم لي تبع في ناس قلت انا باش نضم للموقع هذا وتبدا كل بوست تكتب تكتب اليوم البوست نتاعك تخرج البوست نتاعك للنشر بدون ما تكليك عليه تقرا النشر يعني ويتابعوه هذا من العالم الكل تقريبا يتابعوه من الفيلمات العالم مفتوح هذاك اللي خلانا نكملوا علاقات مع الناس كلهم نعمل وعلى فكره في برشا الانترنت عملنا برشا حملات حملات تضامن حملات توعيه او حملات انتباه كما صارت وقت الفيضانات في تونس عملنا حمله فيضان كما صار في 2008 احداث المتزوج عملنا حمله نلقى الصدى في شو اسمها الكاتسون كارت حتى هي عملت وقتها رغم اللي الصحافه الوطنيه ما حبتش تتكلم فتره معينه على اللي صار اثبت معناها لم الناس اللي نجم يعمل حاجه كما حكينا قبل من صحاب التقنيه تو من مطالبنا او من احلامنا ان نعملوا ننشروا النشاط التدوير للناس الكل الانترنت مثلنا الناس الكل فيسبوك مثلنا الناس الكل فيسبوك راهو قال لك مش عارف حاجه ممشوشه نجم راهو الفكره نتاعك تكتبها وحدك تكتب سطرين وثلاثه في فيسبوك نعمل اسمي نعمل في صفحه خاصه بيا تقرا الناس الكل نجم راهو يتطور نجم نحط في تصويره كما قلت لك فيديو قصيده حاجه عن ذاتك تكتبها في ثلاثة أربع شهور أو أنت ممكن ما تكتبش عندك كان عندك في الرسم كذا تاخذ تصويرة تثبتها على الإنترنت عندكم تلقى لمبة الآثار تم الآثار تاخذ ديسان معناها صار
داخل على البحر دعم الاتصال. طب ما برشا مشاكل زادة نجم نحكيو عليها. وعنا عنا شكون لاعب البيئة. طب ما برشا مشاكل اللي ممكن صحافة المواطنة تولي هي الإعلام البديل اللي يحكي عليها في عود ما تقعد تستنى في التلفزة الوطنية ولا قنوات تجي تصور وتحكي قول شفما بالضبط ثم تنقل الصورة تنقل الصورة نتاع بلادك نتاع ميديا الترناتيف عموم بلادك معناها وتكون تتعامل مع الواقع في المعاش الجهة نتاعك وإن شاء الله هذه التجربة من التجارب قمنا بها في صيادة إن شاء الله نعاودوها في صيادة وفي معارف أخرى ونحضر مكافأة وإن شاء الله اللي يشاركوا معنا اليوم
لا مليش مكون حتى انا عندي سؤال يا استاذ هاني انا عندي سؤال شو عطيت اني عندي كاميرا ما عنديش فلوس باش نشريها والكاميرا هذي تعز عليا جاتني معناها كادو انا تخيل انت لي الكاميرا الاولى شريتها ب 320 الف تسربت جوست شهر اللي ما رجعتني فيزا قالوا لي ماشي تقابل الى ريكلينت الى هاي تدخل فيها كونسيت قلت كيفاش حتزول دوبل ايفان قالوا لي انت في هذه كوفرسا انت في هذه كوفرسا انا في القصبه ما دخلوش القنوات فما سامي بنساسي على يدي في الفتره وناشط سامي بنساسي هو الدكتور كان يتكلم كيف قال ريفوليسيون سي ان انفون كي بيزوان انا وقتها مش حتى تلفزه حليت الكاميرا وعملت انترفيو وقتها لي جون سافي با يعمل انترفيو جوست يصور اكسيون وضربه وكذا عملت انترفيو بعد جات واحد قابلت جور بن مبارك اللي عمل الدستور انا جور بن مبارك قابلته عرفت لا فيدو ساتا مشيت له للدار عملت التوازن انترفيو حديته مع النال نهار 17 فيفري مشيت قابلت الشيخ راس بغنوسي اللي هو يجي فوالا لا لا ما جيتش عملت وانا انترفيو مي لي تيتري لو بفاسون انا مثلا قبضت في جريده الكترونيه ايطاليه معناها الناس بتقول لي كومون تو اريف فير سا سي تري سامبل سي دو ترافاي دو جورناليست دو كونتاكت تو ارسل با لي جون تو ليز اكسبليك الامباسادور مثلا دا بلجيك مشي قلت له نعمل انترفيو بعد عطاني فيزا دي كونت فرونفيز وكل مره جي معناها مثلا كنجي البلاد كمان انا شخص ونصوروا وهو انفايرو كيف مثلا الناس تعرف هي تخدم في الدرس وتعرف ترميز لا تعرف ترميز ولا حتى ما يخرجش في اللعب الدرس الدرس هما برشا فلوس وبرشا دي كونترين مش برشا فلوس يخلصوا برشا دي كونترين الجورناليزم سوفيا وفيديو بلوجين كي تعمل شان يوتيوب فما دي فورمات 6 مينوت 12 مينوت ما تطلعش برشا ساعات 2 مينوت 46 باش يبدا بي تويت اما عندك الوقت دي مثلا فما ناس ما تعرفش اني عملت فيديو بلاك ولا في السجون في السجون فما جروب شاكيرا هو دو سبير دو سير ملتي ناسيونال دوزيام معناها يزيد دوزيام فما دو بريسك فما هي وسوسيتي الاخرى مي هو لو كاكي امبلوا معناها اكثر واحد هو جروب شاكيرا عنده امبلوايتين يعتبروه نمرو ابو مين مشيت ما نعرفش الجروب شاكيرا عندهم معهم في الكباش في السجون مشيت عندهم هاري في السجون دخلت حي بوكي السجون من الزمر عملت سيت فيديو تلمون يا زمر كيف في حين كنت تمشي تلبسه ما تنجمش تعمل سيت فيديو تعمل معناها ريبورتاج تضحى وكان نعمل سلكوب عملت سيت فيديو كتبت حضرت حطيت مع الناس سميت الفيديو بلاكولير سميت اي لوف سيدي حسين اي لوف كنت بقول شويه على السياحه التونسيه كما الناس خدمت وسمعت اللي في الفيديو بتاعك من خطبة نلقى روحي اندباع مع رئيس البلدي اللي هو جروب شاكيرا وفوزي بومي وجروب كبيرة برشا العبادة دوكم على هو يخدم مع معملين هو رئيس بلدي ما عندوش ريلاسيون كرجعت السادس يوم جيت التراكس ضد البيس والعبادة معناها يخدلوك كيف انت ترى شنو معناها سي فريمون معناها انت تحسها مش نورمال مرة مشيت المنطقة اسمها النيلة هما ديزاز دياب معناها بناو ديار ترزو هي انا تقول مش تبعتي هاي الناس تقول مش تبعتي مثلا معناها هي اسمه طريق الشمس تلمو بوفرتي اكستريم سي انت تبدا الديبار وكمان الديبار في السبور كل الانترنت خليك تخدم خطوات اللي تفيد لك برافو سيام 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 Yeah.